إذا أمت سولية والسمونة زعفران. السهر بعد ذكرنا بشهر رمضان. شي والله سمبوسة الفيمتو. السنة بصوم. السياكل والليتات. هالسنة إن شاء الله لود على روحه. إذا كنت تقرأ جزء في اليوم، اقرأ جزئين عشان تخلص ختمتين. طبعا العريس حلو شهر رمضان. جيمات طبعا. فيمتو. السلام عليكم، وياكم أحمد في برنامج وإيش يقول. سؤال الحلقة اليوم، عطنا شيء ذكرك بشهر رمضان. لا تنسون اللايك والشير والسبسكرايب، تنشرون المقطع في كل مكان وتفعلون جرس التنبيهات. عطنا شيء ذكرك بشهر رمضان. إذا أمت سولية والسمونة زعفران، عصير زعفران يذكرك بشهر رمضان. عطنا شيء ذكرك بشهر رمضان. فيمتو. فيمتو وزعفران. يعطيك العافية. الله يعافيك. والله مجالس القرآن ولمة الناس يعني في رمضان. لا، نب الشيء اللي تشوفه في الأيام العادية غير شهر رمضان ويذكرك بشهر رمضان. شي والله سمبوسة الفيمتو. لا وش السمبوسة الفيمتو؟ ما أدري، يعني أحس إنه يذكروني في رمضان واجد. القرآن. لا، القرآن يذكرك بشهر رمضان. تختم القرآن كم مرة في شهر رمضان؟ مرة واحدة. هالسنة إن شاء الله لود على روحك. إذا كنت تقرأ جزء في اليوم، اقرأ جزئين عشان تخلص ختمتين إن شاء الله. أكيد أكيد. يعطيك العافية. الله يعافيك. سألني. سألك. نجف. شيء ذكرني بشهر رمضان، تراولي الأجواء مثلا. الأجواء الأولية، الأجواء تختلف. هي الأجواء يعني مثلا الأول شوفهم يقعدون على سفرة واحدة، شوفوا الجماعة لامين روحهم، كلهم قاعدين على سفرة واحدة، محبة وألفة وكلهم قاعدين. عكس الحين، كل واحد بروحه، كل واحد في حال سبيله، سبب يعني ما تدري سبحان الله، الظروف قياسية ومثلا الأعمال، هذه الأشياء يعني مثلا. السهر بعد ذكرنا بشهر. لا، السهر خب السهر إذا يعني إذا الناس يسهرون من أجل يعني مثلا الناس يسهرون في شو يسمونه في الأدعية وش يسمونه التقرب إلى الله سبحانه وتعالى، ناس يدارون على القهاوي وناس يقعدون في أفلام وناس، هذا مو شهر رمضان. زين ليش ايش يعني مختار انت في شهر رمضان هذه الاجواء؟ بالعكس، هذه الاجواء مو شهر رمضان، في الايام العاديه. يعطيك العافيه خال ماقص. خدمتك حبيبي. القران يعني شهر رمضان. صح، شهر القران. ايه، ففي ناس يعني اغلب الناس ان شاء الله انه يكونون اغلب الناس القران مو بس في شهر رمضان عندهم. نبي شيء شهر رمضان يكون مضاعف يعني، فعلى هالأساس الإنسان يتذكر يتقرب إلى الله أكثر. يعني شهر رمضان اللي يذكرنا بصح، إجابة يعني إيه الإجابة صحيحة، بس إنه عطنا شيء ثاني بعد. شيء يذكرني بشهر رمضان الصبر، يعني الصبر رمضان، الإنسان يتعلم الصبر في شهر رمضان، فالصبر على الجوع والعطش، يعني الأشياء اللي يعني تتعلمها في شهر رمضان. العام يوم أفطر. لا، شيء في الأيام العادية يذكرك بشهر رمضان. البيت يبغوني أصوم، تجهزن له إلى شهر رمضان. قل إيه وإيش سالفة؟ السنة صوم. إن شاء الله. زين، عطنا شيء يعني إذا أكلت عقب صلاة الصبح ما تتذكر إنك كنت تأكل عقب صلاة الصبح في شهر رمضان؟ بلى. يعني تفطر؟ ها، حكي. هذه المرة الثانية نسألك، وكل مرة تقول أفطر وأفطر. أفطر لا أشياء كذي. السنة بتصوم لا؟ ولا هو؟ السنة بصوم. إن شاء الله بصوم. إن شاء الله بصوم. شهر رمضان، شهر رمضان وردي يذكرك هالأيام، هذه أيام الحلوة، أيام شعبان. فتذكرنا بشهر شهرنا عندك ناصفة جاية، لا اللي قريب رمضان تذكرك.
إنزين عطنا يمكن طبخة أو أكلة أو يعني شيء يذكرك بشهر رمضان. يوم الفريد. الفريد ذكرك بشهر رمضان. أكيد. شهر رمضان أول إحنا في النعيم. السياكل والليتات. نطلع من العقب الفطور ما نرجع إلا الساعة 12 واحدة. آخر شهر على البداية كله. أيام حلوة بالسياكل الحين ما ميش. الحين في ناس يطلعون على خفيف يعني. إيه إحنا جيش عال دا لا في بريك لا في شو ما في سياير هالقد عال. بس الحين الناس يروحون يعني المجالس. المجالس يمكن مو نفس قبل لو يعني لابد منها. السؤال يعني هل المجالس قبل نفس الحين لو الحين احسن من قبل؟ لا نفس الشيء ما اشوف في شيء يتغير. الناس المرتادين هادهم يعني صغير وكبير نفس الشيء اول بعد صغير وكبير. انا احس ان المجالس قبل ما فيها اكل والحين كله اكل في المجالس. اي وبعد ذكرتني بعد تلفونات كل هالناس تلعب في التلفونات والدرس شغال. يعطيك العافيه. بس الحضور عين نفس الشيء ما اشوف فيه هذا. قال يقول عطنا شيء يذكرك بشهر رمضان. القران الكريم. ايه من جهه غير روحانيه نبي او هذاك عطنا يعني اسم اكله تشوف اكله تشوف حادثه تشوف موقف يذكرك بشهر رمضان. طبيعي عن العريس حلو شهر رمضان. يذكرك بشهر رمضان. هي أكثرياتنا عنه. يعطيك العافية. الله يعافيك. حياك. حياك. وإيش سالفة المطابخ اللي اضطرشها؟ اشتري له. اشتري له منو؟ اشتري لي. إن شاء الله الله عطاك بنية إن شاء الله صغيرة. ضبطها بشي دي شغلة حليوة. سيدة مين بتشتري مطبخ له ولا؟ يبين عليك ما بتشتري. السؤال يقول عطنا شيء ذكرك بشهر رمضان. جيمات طبعا. غير الاكل عطنا شيء غير الاكل بما انك يعني اداك عرفت شلون. لا عطنا طبعا رمضان شهر القران والذكر والادعيه والاحياء وشهر التواصل وشهر يعني انفاسكم فيه تسبيح ونومكم فيه عباده شهر كله خير وبركات يعني. شي يذكرك بشهر رمضان مو شهر رمضان وين؟ قاعد اقول لك ليه اقول لك يذكرني بشهر رمضان التواصل ال السنة ان شاء الله بعد ما قاعدين في البيت وايش البرنامج اللي بتسوونه في البيت؟ انا شفت خالي يصلي بكم جماعة صراحة شفت صورة وهالسنة شكله يعني بس بيتكم بتفتحون بس لا في البيت داخلش يعني ما بناكل كيك ما في امل برا تهريب. اسال كم واحد يعني تعرفهم ما تعرفهم اللي يجون الديره اسالهم عن شاي الوالده حسافه والله انا اجي مرتين ثلاث. جربت الشاي؟ لا ما اشربت. ايش سوياك بعد؟ السلام عليكم. عليكم السلام. كيف الحال؟ تمام الحمد لله. السؤال يقول عطنا شيء يذكرك بشهر رمضان. مجالس القران. مجالس القرآن في غير شهر رمضان ما في مجالس قرآن في شهر رمضان في بس عطنا شي في الأيام العادية يذكرك بشهر رمضان. شي في الأيام العادية ما في شي. يمكن الجيمات يمكن أكلة معينة موقف ما فريد الجيمات الساقوت تسوي. أنت تحب أي أكلة في شهر رمضان؟ كل شي نأكل إحنا. كل شيء؟ كل شيء. ما شاء الله عليك. السلام عليكم. عليكم السلام. شو حواله؟ الحمد لله تمام. مرخنت؟ اي. أول مرة أشوفه. وش توب عارف. المهم السؤال يقول. السؤال لأن نسيته. السؤال عطنا شيء ذكرك بشهر رمضان. كل شيء اشتغل عليه. كيف ما تدري؟ عطنا شيء معين طبخة موقف. شي صادق يذكرك بشهر رمضان. يذكرني بشهر رمضان الجيمات. اوه الجيمات يذكرك بشهر رمضان. ايه تشوفه يعني هالايام في شعبان يذكرك بشهر رمضان. ايه يعطيك العافيه ما تقصر برز روحك للمدرسه ان شاء الله يردون رجعون المدرسه. السنه الجايه ان شاء الله. لو ما تبي تدرس لا؟ بين على شاطر. مفروض كل شيء يذكرنا بشهر رمضان اللي يتوجه إلى العبادة
وعنده استعداد وفيه قابلية أنه يوطئ نفسه من الحين حتى ينال الفوز بالقرب الإلهي والضيافة الربانية، فهو أكيد هو يستحضر الضيافة الربانية، يستحضر شهر رمضان من الآن، فالاستعداد موجود، معناته أنه يتذكر شهر رمضان، التوجه إلى الله سبحانه وتعالى بالعبادات وبالطاعات والنوافل، والاستعداد بالصيام والتواصل الاجتماعي بين الناس، وإن كان في هذا الزمان الآن هذا الظرف ما يسمح للناس تتواصل مع بعضها البعض، لكن على الأقل بالطريقة الحد الأدنى التي تحفظ سلامة الناس، هذا بعد يعني يذكرنا بشهر رمضان وأجواء شهر رمضان. كلها معينة بعد الجيمات بعدهاكم قاعدين يسوونه الجيمات، أنا مشيت عنهم وهم مجهزين. أذكرك بشهر رمضان طبعا. زين ملا هالسنة في حج لو لا؟ إن شاء الله إن شاء الله نأمل أنه الحج ما ينقطع. شهر رمضان هالسنة أغلب يعني أغلب الظن أنا أقول لك صراحة في اعتقادي ولا توقعنا في البيت، بس إن الحج هل في أمل إن شاء الله؟ طبعا يعني شهر رمضان يكون في البيت هذه صعبة علينا، نحن يعني شهر رمضان ما ألفنا إن احنا نقعد في البيت في هذا الشهر الفضيل، اعتدنا على بعض الأجواء وبعض الفعاليات نقوم بها، لكن هي فرصة للعبد أن يقترب من الله سبحانه وتعالى أكثر، لأن بعض الأحيان هذه الأجواء الاجتماعية في شهر رمضان يعني تعد لها شيء سلبي، وأن احنا نضيع الوقت و يفوت على أن شهر رمضان في كثير من الأمور التي ينبغي أن لا تحصل. فالجلوس في البيت شهر رمضان وإن كان فيه شيء من الغصة، لكن إن شاء الله في قرب من الله سبحانه وتعالى. أما بالنسبة إلى حج بيت الله الحرام، فمن هذا الوقت إلى ذاك الوقت إن شاء الله الله سبحانه وتعالى يفرجها ونشد الرحال ونحج بيت الله الحرام ونكون في ضيافته إن شاء الله.